في الطريق إلى مدينة الحديدة تدور المعارك في مداخلها الشرقية، وبإصرار على النصر تتقدم قوات الجيش باتجاه المدينة محررة العديد من المناطق المحيطة بكيلو 16. الوقائع العسكرية تشير إلى تقدم ملحوظ لقوات العمالقة التي أصبحت بالقرب من جامعة الحديدة. ووفق المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فإن الجيش نفذ عملية عسكرية واسعة على امتداد كيلو 10 وكيلو 16. أسفرت العملية عن سيطرة الجيش على قوس النصر الذي يعد بوابة مدينة الحديدة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي تكبدت فيها الميليشيا خسائر مادية وبشرية فادحة بحسب المركز الإعلامي للعمالقة. نصول إلى قوس النصر، وإن شاء الله بكرة بنصل إلى الحديدة. لا تفصح ميليشيا الحوثي عن حجم خسائرها البشرية، لكن مصادر متعددة أفادت عن مقتل وجرح الكثير من عناصرها في معارك الحديدة. وقالت المصادر إن مديرية السخنة شهدت تشييع عشرات القتلى، وأكدت المصادر اشتراط الميليشيا على بعض الأهالي تسلم جثث أبنائهم مقابل تسجيل شهادات متلفزة تفيد بذهابهم طواعية لرفض ما تسميه الميليشيا بجبهات تصدي العدوان. مسلسل الزج بأبناء البسطاء نحو محارق الحديدة يأتي وفق سياسيين خدمة لرغبة الحوثي بالحفاظ على مدينة الحديدة كورقة تفاوضية، وفيما يبدو فإن المدنيين هناك سيبقون رهينة لسلام لا يرغب به أحد وحرب لا يراد لها أن تحسم.